أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مشروعات التوسع الزراعي تقوم على أنظمة الزراعة والري الحديث. وأضاف الرئيس السيسي أن الدولة أنشأت 30 محطة رفع مياه لخدمة مشروعات الدلتا الجديدة. أنتوا لو شفتوا محطات الرفع اللي بتتعمل، إحنا بنتكلم في 30 محطة، واحد في الشمال 15 و15 في الجنوب يا دكتور مصطفى. وحد يصلح لي لو أنا بقول رقم مش دقيق يعني، لكن كل محطة منهم عمل هندسي محترم بهدراته، بالترمبات اللي هتتحط فيه، بالشغل اللي عشان اجمع مصرف عكس اتجاه الانحدار الطبيعي ولم الميه دي كلها اللي كانت بتلقى في الحاله ديت في المكس، مش كده؟ واروح واخدها عامل لها معالجه. هي بالمناسبه هي كانت اتعالجت قبل كده وتم تدويرها قبل كده حتى، لكن احنا قلنا هندورها تاني ونعالجها معالجة ثلاثية متطورة تاني عشان نعمل ده. كل عمل هندسي واحد في محطة من محطات الرفع ديت بتشيل عشان تنقل مية 7.5 مليون متر في اليوم، دي محطات عملاقة كبيرة جداً.